يبقى معنا لمزيد من الإيضاح هاتفيا من الأنبار دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور عبد القادر، لو تحدثنا عن الحملة الأخيرة التي توجهتم بها إلى مخيمات العامرية في الفلوجة. نعم، شكرا جزيلا. حقيقة بعد حملة مخيمات الحبانية، حملة منظمة في الأسبوع الماضي التي شملت توزيع 700 منحة مالية على العائلات المسحة في مخيمات الحبانية، جاءت هذه الحملة الأخيرة يوم أمس في مخيمات عامرية الفلوجة. هذه الحملة تم التوزيع فيها 500 منحة مالية على العائلات الموجودة في هذه المخيمات. مخيمات عامرية الفلوجة المعروف هي من أكبر المخيمات الموجودة في المحافظة، التي ضمت جميع النازحين. يأتي بعدها مخيمات الحبانية. هذه المخيمات تضم أكثر من 3000 عائلة نازحة حقيقة من مختلف مناطق المحافظة. وكانت هذه الحملة هي المرحلة الأولى كما أشرتم لتوزيع المنح المالية على النازحين في هذه المخيمات. وستستمر إن شاء الله هذه الحملات للمنظمة في الأيام القادمة، يتم توزيع هذه المنح على جميع العائلات التي تقطن هذا المخيم. النازحون في هذه المخيمات لا يقدم إليهم إلا الشيء القليل، الدعم على المستوى الإغاثي والإنساني في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في هذه المخيمات. والآن دكتور عبد القادر، يعني مع التحضيرات لعيد الأضحى المبارك في العراق، ماذا عن واقع المخيمات خصوصا في الفلوجة بعد مرور كل هذه السنين؟ بالتأكيد واقعهم هو يسير من سيء إلى أسوأ للأسف، بسبب عدم وجود الرعاية الكافية. مع تقادم الزمن يقل الاهتمام بهذه المخيمات وهذه الخيام البالية، مع قساوة الظروف المناخية يزداد حالهم سوءا يوما بعد يوم. ونرى ونشاهد في كل رحلاتنا والحملات التي نقوم فيها في هذه المخيمات الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء النازحين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء والأطفال. الأطفال هؤلاء الذين في يعني ملقون في هذه الصحراء وفي هذه الخيام البالية لا تقيهم حر الشمس، ظروف إنسانية صعبة جدا، لن تجد يعني لا يقدم اليهم الاشياء الحقيقه، فظروفهم صعبه جدا. ونحن مقبلون على ايام عيد الاضحى المبارك، فهم بحاجه الى دعم، حاجه الى التفات من المحسنين ومن الميسور الحال لتذكرهم ومد يد العون المساعده لهم في هذه الأزمة الإنسانية التي يمرون بها. مع كل هذه الحملات التي قمتم بها دكتور، كيف يمكن النهوض فعليا بواقع المخيمات ودور المنظمات المحلية والدولية بهذا الشأن؟ بالتأكيد هناك عدة جوانب يحتاج إلى اهتمام. من جانب الرعاية الصحية، هناك نقص كبير وحاد، يعني لا يجدون الرعاية الصحية أو التأمين الدواء لهؤلاء النازحين. في الجانب الإغاثي، المواد الغذائية، يعني في هذه المخيمات أسألهم عن توفر مواد غذائية، قالوا منذ 3 أشهر والحصة التمويلية مقطوعة عنا، سواء كانت في الأسبوع الماضي جاءت متأخرة جدا، فهذا ينعكس سلبا على واقعهم المعاشي و الحياة اليومي. أيضا في جانب التعليم، هناك جانب التعليم هناك يعني نقص ويعني قصور كبير في جانب التعليم والرعاية النفسية والاجتماعية لهؤلاء النازحين، فضلا عن الجوانب الأخرى التي بحاجة إلى اهتمام بالغ من المسؤولين ومن المنظمات الإغاثية والمحلية والدولية على حد سواء. كما قلت هناك نقص كبير وتراجع في الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات مع مرور الوقت.
هاتفيا من الأنبار دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لك.